بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 54. عدنا في الأول ديال الصفحة كما نرى، ودائما مع إيفالياسيون إي سوتيان، يعني تقييم ودعم. عدنا في الأول ديال الصفحة كما نرى أجير. هذا الفعل، هذا لو فيرب أجير، أنه تعني أخذ المبادرة أو تصرف أو أنه قام بفعل ما. إذن أجير المقصود به أن الإنسان تتحرك ويقوم بواحد الفعل، أنه تبادر لواحد الفعل. فمثلا ممكن أننا نلقى واحد المجموعة ديال الأفعال اللي ممكن أن تشرح لنا هاد الفعل هذا. مثلا لو فيرب سوكيبي، سوكيبي يعني انشغل. طبعا الحال اوكيبي يعني أنك تشغل مثلا ان بوست، يعني أنك تشغل منصبا، ولكن هنا عندنا سوكيبي يعني أنك تنشغل، يعني أنك تنشغل بأمر ما، بعمل ما. إذن هاد أجير ممكن أننا نشرحوه بفعل سوكيبي، ممكن أننا نشرحه أيضا بفعل بخودوير أنفي، يعني أنك تنتج. طبعا الحال بخودوير يعني أنك تنتج، ومن كلمة لابخوديكسيون يعني الإنتاج. إذن بخودوير أنفي يعني أنك تنتج فعلا تأثيرا، الفعل طبعا الحال الأثر ديال الفعل أو التأثير ديال الفعل في واحد الأمر. مثلا أنك تأثر في الناس اللي محيطين بك، أو مثلا واحد الضربة أنك تخلي الأثر. يعني هنا تنتكلم على بخودوير أنفي، يعني أنك تخلق وتنتج أثرا أو تأثيرا. أيضا ممكن أننا نشرح هذا الفعل هذا اللي هو فعل أجير بإكزارسي إن إنفلونس، يعني أنك تمارس تأثيرا وسلطة. الإنفلونس المقصود به التأثير والسلطة. هاد أجير ممكن أننا نعوضه بإكزارسي إن إنفلونس، يعني أنك تمارس سلطة وتأثيرا. أيضا ممكن أيضا أننا نشرح هذا الفعل هذا بسكوندوير. طبعا حتى نعرفوا بأن كوندوير هي ساقة أو وجهة إلى آخره، تنتكلم على كوندوير، ومنها مثلا لكوندويت. إذن كوندوير يعني ساقة، هنا عندنا سكوندوير يعني تصرف. إذن هاد فعل هذا، إذن فعل أجير ممكن أننا نشرحوه بسكوندوير يعني تصرف، يعني الإنسان أمام واحد الأمر فيتصرف، يعني أنه يأخذ المبادرة. إذن نتكلم عن سكوندوير، وممكن أننا بصفة عامة نتكلم على أجير هي فاغ كيلكو شوز، يعني سواء كان كلام أو فعل إلى آخره. إذا نتكلم عن أجير بهذا المعنى، فاغ كيلكو شوز يعني أنك تفعل شيئا. وهذا الفعل كما تنشوفه بأنه عنده واحد البريق إن صح التعبير، بحاله بحال فعل غيسير يعني نجاح. مثلا غيسير سي بروجي يعني ينجح أعماله، كما لو نقول أنجح أعمالك. ممكن أننا نلقاو بعض الجهات أن تأخذ هذا الشعار، مثلا جمعية أو مؤسسة ما، ممكن أننا نجد جمعية أو مؤسسة ترفع هذا الشعار. ونفس الشيء نتكلم عن لو فيرب أجير، يعني كاين الكثير من الشعارات أن ترفع بهذا الاسم هذا. علاش؟ لأنه يحث على الحركة، يحث على الفعل، يعني هو بوحدو هذا الفعل هذا كما تنشوفو أجير بهذا المعنى، أنه تيتضمن المعاني ديال هاد الأفعال كلها اللي شفنا، وكلها عندها واحد الجاذبية. إذن هذاك الشيء علاش نقدروا نلقاوه مثلا أنه تترفع كشعار عند بعض الجمعيات، مثلا جمعية تسمي نفسها أجير، أو نجد مثلا واحد الهيئة أخرى أنها ترفع شعار مثلا لو بوفوار داجير، يعني قوة الحركة أو قوة المبادرة أو قوة الفعل. إذن هنا نتكلموا على لو فيرب أجير، يعني عنده واحد البريق إن صح التعبير، وعنده واحد الجاذبية. طيب هذا الحال يجب التفريق بين أجير وبين رياجير. رياجير يعني المقصود به أجير أون روتور، يعني أنك تفعل شيئا ولكن بعد أن تتعرض لفعل خارجي. معنى هذا أنك تكون لك ردة الفعل. إذن رياجير المقصود به أن تكون لك ردة الفعل، يعني أنك تقوم بردة الفعل. إذن هذا هو فعل رياجير. طبعا الحال أجير يعني أنك أنت الذي تأخذ مبادرة وتقوم بفعل ما، بتصرف ما. لكن رياجير طبعا الحال أنه يأتي بعد
أجير إن صح التعبير. إذن أجير أو غوتور، يعني كما نقول بأنه أنك تقوم بفعل ولكن رجعي. ما معنى رجعي؟ يعني أنك تنتظر أن تتأثر بفعل ما ثم يكون لك فعل. إذن أجير أو غوتور يعني أنك تتصرف ولكن كتصرف رجعي لما تعرضت له من تأثير. أيضا ممكن أننا نشرح رياجير بغيزيستي، غيزيستي يعني قاومة، ومن كلمة لغيزيستانس يعني المقاومة. إذا طبعا الحال أنت تتعرض لفعل وأنت تقاوم، يعني أنك لا تترك هذا الفعل يؤثر فيك مثلا. إذا نتكلم عن غيزيست يعني أنك تقاوم هذا الفعل، وبالتالي فأنت تتصرف عكسيا لهذا التأثير ديال واحد الفعل اللي هو خارجي. إذا نتكلم عن غياجير. طبعا الحل اللي عندنا احنا في النص عندنا أجير اللي هو تصرف أو قام بفعل أو بادر بفعل. إذن يعني أجير يعني أنه مطلوب منا أن نبادر وأن نقوم بفعل ما، ولكن أي فعل نحن مطالبون بفعله؟ طبعا الحل أجير ممكن أنه يكون في عدة مجالات. من خلال هذه الفقرة نحن مطالبون بأن نتحرك ونقوم بفعل ما. إذن في أي مجال نحن مطالبون؟ إذن هذا ما ستحدده البداية ديال الفقرة. بو فابريكي أن إيماجي يعني من أجل صناعة، طبعا الحال فابريكي هي صناعة ومنها لفابريكاسيون الصناعة، يعني أنك تأخذ مواد خام ثم تصنع منها أدوات. إذن نتكلم عن فابريكي وبيان لفابريكاسيون يعني التصنيع، يعني أنك تأخذ مثلا الحديد خام ثم أنك تشكله وتصنع منه أشياء. نتكلم عن فابريكي. إذن pour fabriquer un imagier، إذن قاتلنا كلمة إيماجي، كما نرى بأن كلمة إيماجي أن تتضمن كلمة إيماج، يعني أن تتضمن كلمة صورة. وبالتالي فكلمة إيماجي المقصود بها أولا فورم ديماجي، يعني الشكل ديال التزيين بالصور، لأنه كان هناك واحد الفعل آخر تسمى إيماجي، لو فيرب إيماجي المقصود بأنك تزين بالصور. إذن c'est une forme d'image، يعني هو واحد الشكل ديال التزيين بالصور. ايضا هاد كلمه ايماجي ممكن ان تاتي كاسم المقصود به هو فوزور ديماج، يعني صانع الصور. فوزور ديماج يعني صانع. تنشوفوا فوزور فيها كلمه فير، فير يعني فعاله عامله، فوزور يعني كما نقول فاعل، ديماج فاعل الصور. هاد كلمه ايماجي المقصود بها الشخص ايضا اللي تصنع الصور، نقدروا نطلقوا عليه ايماجي. لكن المعنى اللي عندنا في الكتاب بطبيعة الحال عنده معنى ثالث اللي هو ايتان روغروبمون. اذا ان ايماجي المقصود به ايتان روغروبمون دو فوتوغرافي او ديسان بريزونطون دي زوبجي دي زانيمو. اذا هاد كلمه ايماجي المقصود بها واحد التجميع ديال التصوير او الرسم، هو تجميع ديال التصوير وديال الرسم، واللي تمثل اشياء وحيوانات. إذا ان ايماجي ايتان روغروبمون دو فوتوغرافي او ديسان بريزونطون دي زوبجي دي زانيمو. اذا كما نرى بان انيماجي المقصود به واحد التجميع، تنتكلموا على كلمه غروب، غروب يعني فريق او جماعه. اذا انيماجي ايتان غوغوبمون يعني كلمه ايماجي ايتان غوغوبمون يعني هو تجميع، تجي من فعل غوغوبي يعني جماعه. اذا ايتان غوغوبمون دو فوتوغرافي يعني ديال التقنيات وديال فنون التصوير، أو ديسان أو ديال الرسم، بريزونطون يعني مقدما، المقصود كي بريزونت الذي يقدم، دي زوبجي تقدم أشياء، لي زوبجي هما الأشياء، دي زانيمو وتقدم فهاد الصور فهاد الرسومات تقدم حيوانات. إذا تقدم فهاد الرسومات وفهاد الصور تقدم سواء أشياء أو حيوانات. إذا هاد التجميع ديال هاد الصور إذن يسمى إيماجي. طبعا الحال إحنا عندنا في الكتاب ديالنا المقصود بكلمة إيماجي هو واحد دفتر تنبقاو نعلقوا فيه الصور بمعنى آخر. إذن كما تنشوف بأن كلمة إيماجي عندها واحد مجموعة ديال المعاني، ولكن بالتحديد اللي عندنا إحنا في الكتاب أنها تتعني فقط داك الدفتر اللي غادي نقطعوا التصاور ونلصقوه فيه. إذن هذاك تسمى إيماجي. إذن كما نرى في الصور عندنا واحد الكتيب، يعني سنلصق عليه مجموعة الصور كما نرى في المثال. إذن pour fabriquer un imagier من أجل صناعة هذا الدفتر الذي به
الصور ماذا يلزمنا؟ المرفق، كما تنشوف الأسفل المرفق، يعني أنه يخصني أو يلزمني أو يتوجب علي. إذن المرفق بطريقة حالة نتكلم على لو فيرب فالوار، لو فيرب فالوار يعني توجب أو لازم. إذن المرفق يعني أنه يلزمني، يلزمني ماذا؟ إذن نرى الأدوات التي تلزمني. نعود لبداية الدفتر ونرى الصور مثلا التي ستلصق به، مثلا كما نرى ان طابي يعني سجاد، ان شاز يعني كرسي، ان شوميز قميص، ان غاغل ان بونطالون، ان كارطابل ان تريكو، ان ايماج. اذا بطبيعة الحال حنا سمينا هاد الدفتر سميناه ايماجي، وعندنا ان ايماج سميناه ايماجي كما قلنا لانه يتضمن صورا. اذا كلمه ايماج كما تشوفوا او ان ايماج المقصود بها صوره. اذا بطبيعة الحال سميناه ايماجي لانه يتضمن دي زيماج، يتضمن صور. اذا المفو، المفو يعني انه يلزمني ماذا؟ دي زيماج، اذا بطبيعة الحال تلزمني صور. ايضا ان كي، بطبيعة الحال هاد الصور فين غنعلقها؟ دون ان كي يعني في دفتر. ايضا دي سيزو، بطبيعة الحال تنشوفوا كلمة سيزو اللي تتعني مقص، ان جمع، علاش؟ لان المقص يتكون من قطعتين، اذا نسميه دي سيزو، داكشي علاش في الفرنسية تيجيبوه جمع، اذا دي سيزو. ايضا دو لاكول، دو لاكول بطبيعة الحال تنتكلموا على لاكول يعني اللصاق. وفي الاخير المفو استيلو يعني انه يلزمني قلم. اذا بور فابريكي ان ايماجي المفو دي زيماج ان كيي دي سيزو دو لاكول استيلو. اذا بطبيعة الحال انا جمعت هاد الادوات، بطبيعة الحال تبقاو لي غير الصور. اذا بطبيعة الحال باش تكون عندي هاد التجميعه ديال هاد الادوات وديال كل ما ساحتاجه، اذا اموا داجير، الي انا لاتصرف. اموا داجير، حنا بحال تنقولوا الامر الي لاتصرف، اموا الي داجير لاتصرف. بطبيعة الحال كما راينا بان فعل اجير يعني انك تتصرف وتاخذ المبادره. اذا اموا داجير، الي انا داجير لاتصرف. اذا الامر الي لاتصرف، اذا الان الامر الي انا لاتصرف، ماذا سافعل؟ اذا بروميامون كيسكو جو دو فير، بروميامون جو شيرش لي زيماج، جو شيرش لي زيماج يعني انا ابحث الصور، المقصود انا ابحث عن الصور، جو شيرش لي زيماج. دوزيامون كيسكو جو دو فير، ثانيا ماذا علي ان افعل؟ جو لي ديكوب يعني انا اقطعها، طبعا حتى نتكلموا على لو فيرب ديكوبي، ديكوبي يعني قطع، اذا ومن فعل كوبي، اذا ديكوبي يعني انك تقطع. جو لي ديكوب يعني انا اقطعها اليكول والصقها، طبعا الحال هنا المقصود جو لي ديكوب اي جو ليكول، طبعا الحال ما بغيناش نعاودوا هذا الجو، اذا جو لي ديكوب اليكول، اذا اقطعها انا اقطعها والصقها، اين اين سالصقها؟ سيغ مون كي يعني على دفتري، يعني الدفتر اللي جديه باش تخصصوا لهاد الصور. اذا جو لي ديكوب، جو لي ديكوب اليكول سيغ مون كي. ايكو انكور جي اكري سو شاك ايماج، انا اكتب تحت كل صوره، جي اكري سي لو فيرب اكريغ، سي لو فيرب اكريغ يعني كتب، جي اكري سو يعني تحت ماشي سيغ، سيغ يعني فوق. جي اكري سو شاك ايماج يعني انا اكتب تحت شاك ايماج، تحت كل صوره، جي اكري سو شاك ايماج، انا اكتب سو تحت شاك كل ايماج صوره. اذا جي اكري سو شاك ايماج، انا اكتب تحت كل صوره لو مو كي كوريسبون، الكلمه التي تناسب. طبعا الحال لو فيرب كوريسبوندر يعني ناسب، ومنها ايضا انه رساله، تيجي في هذه المعاني بجوج. هنا بطبيعه الحال عندو المعنى ديال الناسبة، سيتادير كي كونفيان، كي كونفيان تحت الصورة التي تناسب، يعني أنني تنكتب تحت كل صورة لومو يعني الكلمة كي كونفيان التي تناسب، يعني أنني أكتب الاسم أو أي معلومات ما عن الصورة. إذا جيكري سو شاك إيماج لومو كي كوريسبون، أنا أكتب تحت كل صورة الكلمة التي تناسب يعني المناسبة بمعنى آخر. إي أونفا كيسكو جو دو فير، وفي الآخر ماذا علي أن أفعل؟
ألفان دولاري. طبعا الحال هذا العمل اللي ذكرناه أنني سأقوم به على مر الأيام، يعني فيما غتبان لي واحد الصورة غنقطعها ونديرها في الدفتر، فيما تبان لي صورة نقطعها أنني ألصقها في الدفتر ثم أكتب أسفلها المعلومة الخاصة بها. إذن بعد السنة، إذن بعد ما غتكمل السنة، ألفان دولاري في نهاية السنة، جوعي مو إيماجي، سيكون لي مو إيماجي، يعني دفتري الخاص بالصور. طبعا الحال عندنا هنا جوغي، جوغي يعني أنه سيكون لي، هذا لو فيغ أفواغ هو اللي تنقولوا عليه في البخيزون جي تو يا إل أن وزافون وزافي إلزون، ولكن في الفيتور في المستقبل نقول جوغي. إلا مشيت قلت مثلا جي مون إيماجي، إذا قلت مثلا جي مون إيماجي يعني أنا الآن عندي دفتري خاص بالصور، تويا طون إيماجي أنت عندك الآن دفترك الخاص بالصور. إل أ سون إيماجي يعني هو عنده دفتره الخاص بالصور. نوزافون نوز إيماجي نحن عندنا دفاترنا الخاصة بالصور. فوزافي فوز إيماجي أنتم عندكم دفاتركم الخاصة بالصور. إلزون لوغ إيماجي إلزون لوغ إيماجي يعني هم عندهم دفاترهم الخاصة بالصور. لكن هنا ما عندناش جي تو يا إلى آخره كما ذكرنا، ولكن عندي جوغي يعني أنه سيكون لي هاد الدفتر، يعني عندما أبادر وأخصص دفترا للصور التي سألصقها عبره. إذا طبعا الحال بعد سنة سيكون لي هذا الدفتر الخاص بالصور. إذا هنا بطبيعة الحال تنتكلموا على واحد اللحظة اللي غيكون عندي فيها دفتر وهي مازال ما حصلتش. إذا تنتكلموا على المستقبل. إذا جوغي مون إيماجي تي أوغا طون إيماجي يعني أنت سيكون لك دفترك الخاص بالصور. إل أوغا سون إيماجي يعني هو سيكون له في المستقبل دفتره الخاص بالصور إلى آخره. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.